السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى مشتريات بسيطة من موقع اسمه علي اكسبريس. الموقع ده بدأ 2010، يعني مش من فترة طويلة، لكن أتوقع كتير مننا يعرفه. الموقع ده صيني للطلب أونلاين، يعتبر وسيط ما بين التجار والمشترين، وهو تابع لمجموعة علي بابا اللي أعتقد كتير من تجار التجزئة يعرفوا، عشان موقع علي بابا بيبيع بالجملة، فكتير من التجار حوالين العالم بيشتروا منه ويعرضوا البضائع في المحلات بتاعتهم أو المواقع بتاعتهم. يلا بقى نبتدي على طول المشتريات بتاعتنا. أول حاجة جبتها هي القاعدة السيليكون دي، أنا حطاها تحت صفاية الأطباق عندي جنب الحوض. أنا كنت بحط الفوط اللي بتمص المية فائقة الامتصاص، يعني أكيد كلنا عارفينها، بس حسيت إن دي شكلها أحلى، وطبعا مش هتعمل ريحة ولا أي حاجة. هي دي كانت في حدود 6 دولار، هي غالية شوية بس هي جودتها عالية. تاني حاجة جبتها هي الماسك دي بتاعت الحاجات السخنة، سيليكون برضو، جبت 2 منهم، الواحدة تقريبا بدولار. هجربها بقى اشوف فعلا بتعزل الحرارة ولا لا. وتالت حاجة جبتها هي الفوط دي، تعتبر فوط صفرة، جبت منها 4، كل واحدة لون. جبت الشكل الفلامينكو ده، واللي زي الجريدة، واللي ورق الشجر، والجري دي برضو عجبتني. انا قلت اجرب من كل واحدة شكل، تعتبر فوط صفرة وممكن كمان تبقى حلو في تقديم الاطباق اللي بنعملها هنا على القناة. ودي برضو كانت في حدود 1 دولار لكل واحدة. وجبت 3 حاجات لأشغال يدوية ناوية إن شاء الله أعملها هنا. أول حاجة جبتها الخرز الخشب ده، في منه كذا شكل وفي كذا حجم وفي كمان ألوان، بس أنا حبيت أجيب ده عشان لو حبيت أغير اللون أرشها باللون اللي يعجبني. دي كان فيها 50، أنا جبت المقاس المتوسط ده، إن شاء الله هعمل بيها شغل يدوي قريب على القناة. وكمان جبت الخيط الخيش ده، هو سميك شوية، برضو في فكرة عايزة اعملها بيها. الخيط ده تقريبا كان يعني ممكن 75 سنت او حاجة كده، يعني اقل من دولار. واخر حاجة ناوي اعمل بيها شغل يدوي هي الايدين دي. هي دي طبعا الايدين دي او المقابض دي بنستخدمها لدواليب المطبخ او دواليب الحمام، في منها طبعا مقاسات كتيرة والوان كتيرة على الموقع. انا جبت الفضي منها، انا مش ناوية احطها يعني كايدين لدواليب، انا في فكرة عندي، لو الفكرة دي ظبطت ان شاء الله اوريها لكم على القناة واوريكم الفكرة دي عملية ان شاء الله. وبعدين جبت حاجتين لولادي، اول حاجة جبت اللانش باك دي، جبت 3 اللي على شكل الفلامينكو دي، وفي المخططة دي، وفي السودة دي لابني، هي عازلة للحرارة كده من جوه، يعني هي الوحدة في حدود 2 دولار، يعني هي مش غالية قوي. انا ما رضيتش اجيب حاجة غالية قوي عشان هم ما بياخدوش لانش كل يوم، ساعات بياكلوا في كافيتيريا المدرسة، فانا قلت دي تقضي الغرض في الايام اللي مثلا حابين ياخدوا معاهم سناك او حابين ياكلوا لانش، مثلا اللانش اليوم ده مش عاجبهم. حاسة انها جودتها حلوة وسعرها مناسب. وتاني حاجة جبتها هي السترو دي او الشفاطات بتاعت العصير او المية، هي دي معدن، في منها الوان كتير، في اللي انا جبت الذهبي، في الفضي، وفي الروز جولد، وفي يعني الوان كتيرة، وفي منها كمان ازاز. هي فكرة السترو دي اول ما بدأت كانوا عاملينها علشان يحافظوا على البيئة يعني، ووفروا استهلاك البلاستيك، بس لما الناس استخدمتها عجبتها وحست انها ما بتغيرش طعم العصير، وطبعا دي ما بتترميش، بتستخدميها وبعدين بيبقى معاها فرشة. يعني انا جايبة 3 دول طقم مع بعض تقريبا في حدود 2 دولار او 3 دولار، مش فاكرة بالظبط، ومعاهم الفرشة دي تنضفي بيها السترو من جوه وتعيد استخدامها كذا مرة، يعني حلوة صراحة، قلت اجربها، الناس كتير بتستخدمها حبيت اجربها، وفي ناس كمان بتقول الازاز حلوة برضو، فان شاء الله لو يعني نفعت ممكن ابقى اجيب لهم الازاز ان شاء الله. بس ده كل اللي انا جبته من الموقع. انا دي اللي مش اول مره اشتري من موقع علي اكسبريس، اشتريت منه كذا مره قبل كده،
بس في بعض الملاحظات كده لما تيجي تشتري منه، يعني بعض يعني يفضل تقري الريفيو الاول عن اي منتج انت عايزاه، وخصوصا الملابس. يعني الملابس فيه حاجات كتيره بتبقى خامتها مش كويسه قوي، وكمان المقاسات بتبقى صغيره شويه. يعني لو هتطلبي حاجه يفضل تاخدي نمره اعلى من مقاسك. في حاجات المطبخ كويسه جدا، وحاجات الاشغال اليدويه والحاجات دي. يعني اي حاجه تيجي تطلبيها يعني يفضل تقري ريفيو وتطلبي حاجة بسيطة الأول، عشان هي كل حاجة لها شحن لوحدها، يعني مش بتبقى باكج على بعضها. في منتجات ما بيبقاش لها شحن، يعني زي اللانش باك ده معلوش شحن، معلوش يعني مصاريف شحن. وطبعا حسب البلد برضو اللي انت فيها. فيارب الموقع اللي ما سمعش عنه قبل كده يجربه، ويارب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وياريت ما تنسونيش من لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.